ختام صباحنا، شيء بيحكي عن التراث، وأيضا مهرجان قوس قزح سوريا بدورته السابعة التي افتتحت بتاريخ 22 الشهر الحالي وتستمر لغاية 26 آب. للحديث بشكل موسع حول هالموضوع بصرنا نرحب بمدير ومؤسس المهرجان أستاذ إدريس مراد، ضيفنا الدائم. صباح الخير أستاذ إدريس. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. يعني قوس قزح بنسخته السابعه، شو الجديد، شو المميز في هالسنه؟ قوس قزح بكل دوره بتقدم اشياء جديده، لانه يعني احتمال تتقاطع الاسماء الفرق، باعتبار الفرق اللي تنتمي للالوان السوريه هي فرق قليله جدا. صحيح. هناك يعني مثلا الفرق السريانيه هناك فرقه واحده فقط، والأرمنية هناك فرقة أو فرقتين. نعم. والفرقة الكردية ما عندها غير فرقة واحدة. أما الفرق العربية فهناك فرق كثيرة، فأحيانا تتقاطع الأسماء، ولكن سنويا يكون البرنامج جديدا. يعني مثل ما عم بحكي دائما أنه التراث السوري العظيم هو تراث غني ومنوع جدا، فدائما هناك جديد. يعني صرنا سبع سنوات عم نقدم هذا المهرجان، لحد اليوم ما في يجوز لوحة راقصة واحدة يعني متكررة، أو ما في أغنية واحدة متكررة بشكل دائم. فهناك جديد في اللوحات، وأيضا هناك جديد بالفرق المشاركة السنة. يعني نحن في عنا فرقة كارني، هي من الفرق الجديدة اللي بتشاركنا، التراث الأرمني طبعا، تشاركنا بهذا المهرجان. والسنة عربيا هناك فرقة أجيال للمسرح الراقص اللي بتقدم بعض اللوحات اللي علاقة بالبيئات السورية المتعددة. نعم. كمان السنة حاولنا أنه نحن باعتبار أول يوم بالافتتاح، نعم، نعتمد على الحفل يكون بقسمين، يعني تتكون من قسمين. القسم الأول غنائي باعتبار مشان نقدر نستطيع أنه نغطي جغرافية سورية يعني قد ما قدرنا قدر المستطاع. فهناك أكثر من خمس أو ست مغني، فكان هناك مغني شهار عجيب من المنطقة الساحلية وريبر وحيد من الجزيرة السورية، وكان هناك مغنيين من دمشق ومن حلب ومن سويداء ومن المنطقة الجنوبية والحوران. أيضا القسم الثاني كان رقصات، كمان حتى باللوحات الراقصة حاولنا أن نغطي بعض المسائل. يعني دائما وأبدا في محاولة جادة بهذا المهرجان، نعم، أنه نقدم ما هو جديد ونقدم ما هو أسماء جديدة، وأيضا ما هو يعني الأشياء التي تتعلق بالتراث السوري التي يعود عمرها إلى، نعم، آلاف السنين. نعم. نعم. يعني أستاذ إدريس أيضا دائما بيطلبوا أنه تراثنا، طبعا بيطلبوا لتراثنا كثير، بيندمج معه الميكسات اللي عم نشوف شغلات هيك يعني بين الحديث والقديم، عم يعطي طابع جمالي للأغنية. نحكي عن هذا الموضوع أكثر. يعني قصدك مزج ما بين الجديد؟ طبعا. أي. في الحقيقة أنا من يومي أنا من أنصار عدم تشويه القديم. قديم. نعم. يعني أي حتى يعني أحيانا في حدا عم يعمل شيء له علاقة بالتوزيع الموسيقي الزائد، أنا ماني كثير معه. يعني نحن بنعرف الموسيقى الشرقية هي موسيقى ميلودية، ميلودي لحن واحد، ويعني أنا برأيي إذا بيصير شيء تجديد بهاي الأغاني أو تقديمها بحلة جديدة، من المفروض يكون عن طريق توزيع الموسيقي، وقليل من الزخرفة الموجودة فيه. يعني هذا التراث، أو نحن بتعرف قديش في محاولات بتشويه كل الأشياء الموجودة بتاريخنا وبحضارتنا وبحاضرنا وبمستقبلنا. فمن المفروض جدا نحن نحافظ على التراث كما هو. بالإضافة إذا بدنا نعمل شيء جديد، ممكن نعمل شيء أشياء جديدة تانية بعد 50 سنة، هي بتصير التراث تأخذ مكان الثاني. بس عمليا أنا برأيي يجب وينبغي دائما أنه
او اي مساس باللحن الاساسي او بالحركه الاساسيه او حتى بالكلمات الاساسيه هو جريمه بحق التاريخ وبحق التراث وبحق الحضاره. نعم. طب خبرنا كمان استاذ ادريس، يمكن كل سنه عم بيكون في قوس قزح عم يعرض التراث من كافه المحافظات السوريه، من كافه نسيج الشعب السوري تمام. المتنوع بطريقه جميله معبره بالرقص. هالسنه قد ايه مهم اليوم كمان المحافظه على هيك مهرجان عم يحافظ على تراثنا على تقاليد كل محافظه، عم يضوي على الاشياء الجميله اللي مشهوره فيها كل فئه. يعني هاي المهرجانات اللي عم بحاول اشتغل عليها او حتى بعض الحفلات اللي بتتعلق بالتراث السوري يعني يبقى محاوله، انا بعتبرها حتى لو كانت يعني بدها جهد كبير وعم تقدم شيء غني كثير، بس هي محاوله متواضعه حقيقه، يعني لانه ايد واحده ما بتصفي. صحيح. فيعني ولولا طبعا دعم وزاره الثقافه ودار الاوبرا ومديريه الثقافه بكل المحافظات السوريه ما حتى ما قدرت اعمل شيء. صحيح المعنيين عم يدعموني بهذا الشيء ودائما عم يشجعوني اني اشتغل على هاي المسائل، ولكن انه لازم يكون في شيء اكبر من هيك بكثير حتى نقدر نحافظ على تراثنا العظيم. يعني من المفروض يعني كل المعنيين يشتغلوا يعملوا مؤسسة خاصة للحفاظ على هذا التراث الغني والثقافة التي لا تشبه اي ثقافة في العالم. من المفروض يكون في قسم خاص في المعهد العالي للموسيقى تدرس فيه او يدرس فيه أغانينا الشعبية، الفنون الشعبية السورية حتى لو بالمعهد المسرحي وبمعهد الموسيقي. للأسف هاي المسائل غير موجودة. هناك بعض الفرق الأكاديمية أحيانا تستعين ببرنامجهم ببعض الأغاني التراثية بس، ولكن حتى ما بيعطوا نفس الروح، لأنه نحن مثل ما قلت بيئات سورية هي بيئات متنوعة. أنا برأيي لا يمكن أن واحد يعطي روح الفراتي قد ما كان دارس اكاديميا غير الشخص الذي عاش في هذه البيئه. يعني من المفروض انا برايي يعني هي بالنسبه للبيئات، وما بالك بالنسيج الاخر. يعني صحيح. لا يمكن انه يكون في مغني يقدم اغنيه سريانيه اذا ما كان سرياني قولا واحدا، لانه في روح جديده في اشياء جديده بهاي الموسيقى بيغيب عن الشخص حتى لو كان دارس الموسيقى اكاديميا، بس في هذا الروح بيغيب دائما. نعم. ولذلك نحن بكل نشاطاتنا يعني عم بحاول جيب كل شخص من بيته، كل شخص من لونه، كل شخص حتى يقدر. صحيح احيانا في بعض الاشخاص بينتقدوني بهذا الشيء انه مين هذا المغني اللي جايبه. طيب اذا يعني اصلا انه للاسف الشديد انه المغنيين والفنانين الموجودين بهاي البيئات غير معروفة حتى عند الناس المعنيين بالموسيقى. ولكن هن نجوم بمناطقهم، نجوم بالعكس لازم نسلط الضوء نحن عليهم لينعرفوا أكثر. حقيقة يعني الأخبارية هي عدم الاستهزاء بأي صوت جميل. الأخبارية السورية أبدا ما قصر بهذا الموضوع، يعني حتى لو بمهرجان الفيزق دائما في أكثر من شخص موجود معكم بقوس قزح تغطيات والإعلام السوري عموما ما عم يقصر بهذا الشيء، بس كل سنة مرة واحدة ما بتكفي. من الصعوبة انك تزرع باذهان الناس والاجيال انه هذا هو تراثنا، هذا هو ثقافتنا، هذا هو حضارتنا. من المفروض انه يكون في اشياء ثانية تدعم هاي المسألة. من المفروض انه الفرق الراقصة يكون في دعم اكثر، يكون في حفلات اكثر. حقيقة يعني وزارة الثقافة من السنة وما بعد حاولت كثيرا، يعني حاولنا نحن السنة قدمنا شراكس بحمص والسريان بحلب والأرمن بحلب والأكراد بعد يومين ثلاثة بطرطوس. فعمليا وزارة الثقافة عم تحاول جاهدا بالفترة الأخيرة انه تشتغل على هذه المسائل، وخاصة يعني الفرق اللي غابت او الثقافة التي غابت سابقا عن مسارحنا، من المفروض نرجعها ونعطيها حقها حتى نقدر نحافظ على هاي الثقافات الجميلة اللي بيحسدنا عليها كل العالم. نعم. يعني خلينا نحكي عن يوم حفل الختام. نعم. دائما بيكون له نكهة مميزة. هالسنة شو رح تعملوا؟
يعني السنة حاولنا نحن انه نقدم شيء يعني ما يعني اخراجيا شيء جديد بالختام. طبعا كل الفرق راح تشارك، يعني يعني في لوحات متنوعه بالختام، يعني لوحه مدتها ساعه وربع ما في لوحه تشبه الثانيه، ما في ازياء تشبه يعني بيشبه الازياء الثانيه، ولا حركات الرقص ولا الغناء ولا الموسيقى. يعني راح تشوف قرص نيوتن ملون بهذا الحفل، وبس هذا القرص بده يدور مشان عم يصير كله ابيض. يعني حقيقه انا حفل الاخير بقوس قزح بعتبره هو مجسم، نعم، مصغر لسوريا، لسوريا الكبيره، لسوريا الجميله. ف السنه راح يكون في فرقه اجيال المسرح الراقص، وفرقه كاني للمسرح للتراث الارمني، وفرقه بارمايا للتراث السورياني، وفرقه تاشتي للتراث الكردي، والفرقه الفنيه الشركسيه، كلهم راح يكونوا بحفل واحد. نعم. بكره الخميس الساعه 8 على مسرح الكبير في دار الاسد الثقافي فنون اوبرا. نعم. دمشق. يعني تخيلي انه هاي الالوان انه كيف هي راح تتواجد، وكيف راح ترسم، وكيف راح تعطي بهجه للجمهور انه خلف الكواليس في اكثر من خمس لغات، وبين الجمهور في اكثر من خمس لغات. يعني بكره يعني والكل بيشجع الكل، فهي لوحه جميله راح نشوفها بكره على مسرح دار الاوبرا. نعم نعم. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا استاذ ادريس، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بجميع نشاطاتكم، ان شاء الله قوس قزح بنشوفها عالميه يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم، موفقين يا رب، وبكره ان شاء الله بيكون حفل الافتتاح مثل ما بتتمنوا وناجح جدا. شكرا لتعاونكم الدائم. شكرا.